يوم وجبة التشيت ميل كده رحت على محل كبدة كده، فلقيت السندوتش عامل 12 جنيه، فاتفقت انا واربعة من اصحابي كده ان احنا نعمل بقى ايه شوية كبدة كده مع بعض، فجمعنا كده من بعض كل واحد 35 جنيه، وتعالى اقولك عملنا ايه. كيلو كبدة ب 130 جنيه. جبت حتة زبدة كده ونزلتها في الطاسة بتاعتنا كده تسيح، الطاسة اللي غيظاك ودي مش عارف ليه، بعد كده نزلت عليها بحبة زيت وتومية كده عليها عشان لغاية ما تحمر، ننزل عليها بقى بالكبدة بتاعتنا. هتنزل بالكبدة، تنزل عليها بقى ايه شوية كمون كده خفيف، بعد كده شوية ملح، رشة فلفل أسمر كده تكسر لك أي زفارة، تقعد بقى فيها صاحبي كده عشان ايه متتحرقش مني. شوف ده الطريقة معايا، استوي كده وريها لك. خليها كده قرن الفلفل كده ايه حراق عشان يستوي كويس، عشان يديها كده ايه حمراشة كده، وبعد شكلها كده اهو طيب بعد ما استوى ريحتها ايه ولا. بعد كده اهو شوية طحينة عملتها، ولو عايزينها ايه دي سلطة الطحينة، عايزينها في فيديو لوحده اكتبوا لي في الكومنتات وانزلها لكم. دي كده تاخد معلقة من الطحينة دي كده تحطها في الساندوتش ده كده، تفردها بالشكل ده، تاخد معلقة كده من الكبدة وتفردها كده في الساندوتش. عايز اقول لك ان الكمية دي عملت معايا 12 سندوتش مليانين جامد.